أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ نعم، الحديث صحيح، الصبر على طاعة ولي الأمر المسلم ولو كان ظالما، لما في ذلك من المصلحة العظيمة من استتباب الأمن واجتماع الكلمة، وهذه مصالح فيها مصلحة عظيمة له وللمسلمين، ويصبر على ما يناله هو من ظلم الراعي، لأن الخروج على الراعي أشد ضرر على الناس وعليه من الضرر الخاص به هو، فيصبر على هذا. نعم.